مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. فيديو اليوم راح نشوف فيه اشياء غريبه وجدت في اماكن غير متوقعه. قبل ما نبدا هذا الفيديو حطوا كثير لايكات للفيديو، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس مشانكم كل الفيديوهات الجايه. وهلا خلونا نبدا، ليتس جو. او ماي جاد، شوفوا معي. او ماي جاد، شو هذا؟ هذا انسان، راس انسان. هذا او ماي جاد، راس انسان وسط الحمام. او ماي جاد، يا الله. تخيلوا معي تدخلوا للحمام وتلاقوا. او ماي جاد، او هذه كاميرا، شوفوا معي، حصلوا على كاميرا في هذا المكان. او ماي جاد، فعلا اشياء خطيره فعلا. او ماي جاد، او ماي جاد، الانسان لازم يرد باله من الفنادق، من اماكن التغيير، من كل هذه الاشياء، لانه فعلا اشياء خطيره جدا انكم تلاقوا كاميرا في اماكن مثل هيك سريه وانتم ما بتعرفوا. فعلا خطيره جدا. او ماي جاد، شو هذا؟ او هذا الحمام في استراليا، يا الله. شوفوا معي، لانه استراليا فيها الكثير من الحيوانات والكثير من الاشياء. شوفوا معي، هادو مثل ضفادع وسط الحمام. تخيلوا معي، هادو يخرجوا من الحمام ويطلعوا لكم للبيت. فعلا خطير، خطير جدا. او ماي جاد، فعلا الفيديو مرعب، حسيته انا شوي مرعب، بدايه مرعب. او ماي جاد، والله انا خفت، خفت من هذه الاشياء. او ماي جاد، هذه سمعت الحيط تبعها، يعني شيء موجود في حيط في جدار البيت، وفي الاخير فتحت الجدار وجدت قطتها، يعني قطتها مختفيه هون. يعني هذا شيء بيرعب اذا كنت وسط البيت وسمعتي اصوات، فعلا بتخوف والله العظيم. بس في الاخير طلعت القطه المسكينه. القطط بيعملوا اشياء غريبه صراحه. او ماي جاد، شوفوا شو وجد في دولاب، الدولاب تبعه. او ماي جاد، ما بعرف اذا كان هذا تبعه او دخل، ما بعرف، بس بيخوف شكله. هذا الرجل المسكين ما راح يغير ملابسه بعد هذا الشيء اللي صار معه. او شوفوا هذه شو وجدت وسط الاكل، وجدت مثل الغطاء اللي بيكون في الـ هيك، هذا الغطاء اللي بيكون في المشروب، فهمتوا؟ يعني وجدته وسط هذا الشيء. يا الله، هادو لازمهم يتعاقبوا اللي عملوا لهذه الاشياء. تخيلوا معي لو كانت عضتها، وفعلا هي عضتها، نعم. شوفوا معي، يعني ما بعرف اللي عملوا وين كان عقله. بيعملوا اشياء غريبه صراحه هادو اللي بيطبخوا. اوه شو هذا؟ هامستر، يا الله. شوفوا معي شكله كثير كيوت. على فكره انا كنت مربي هامستر من زمان كثير، يعني هيك هامستر صغير جدا، بس يعني ماما ما خلتني اكمله معي في البيت، لهيك ما طول معي المسكين. او ماي جاد، شوفوا هذا مثل سجاده وجدها تحت العشب. نعم، مثل سجاده وبيفتحها بالسكين. فعلا غريب هذا الشيء، ما بعرف كيف، يعني مكان التراب موجودة سجادة. شو هذا ايضا؟ فعلا اشياء غريبة موجودة في اماكن سرية، وهذا الاشياء ما بعرف شو راح يخرج لنا من هنا، ما بعرف شو. او ماي جاد، ما بعرف شو اللي موجود هنا، ما عرفت صراحة، ما شفت شو، ما طلع. او شكله راح يطلع الان، او ما شفته صراحة. او هذه شو عندها؟ يا الله، او ماي جاد، هذه اذنها، داخلها شيء لاذنها. او مسكينة، يا الله. اكثر شيء خطير جدا يوقع معاكم هو انه تدخل لكم شيء لاذنكم، لانه فعلا يعني الاذن شيء قريب كثير للمخ وخطير، خطير جدا صراحة. ما جربت شيء يدخل لاذني، الله يحفظ يا رب، والله يحفظكم انتم يا رب. او ماي جاد، خطير والله. مسكينة عم تتألم شكلها، ومسكينة لسه ما خرج لها الشيء اللي عم تنتظره. اوه هذا تلج. او ماي جاد، قطة مسكينة عليها تلج، يا الله المسكينة. او ماي جاد، مسكينة، مسكينة يعني كانت في التلج وكلها امتلأ التلج. وهادو عم يبيعوا البريد يعني الرسائل ب1 دولار فقط. تخيلوا معي، الرسائل الضائعة بيبيعوها ب1 دولار فقط، يا الله. او ماي جاد، صراحة الشيء اللي بيعملوا شكله غير قانوني، والله غير قانوني، ياخذوا رسائل الناس، بس ما بعرف ليش بيعملوا هيك صراحة. او ماي جاد، شوفوا الناس عم تشتري. او ماي جاد، هذه خلونا نشوف شو اشتريت، شو وجدت وسطها. اوه وجدت هذه. او ماي جاد، الحمد لله ما وجدت شيء كارثي. اوكي خلونا نشوف القطة المسكينة. اوه عم يستحموها، شوفوا مسكينة صار شكلها حلو. او مين بحب القطط؟
اوه سوداء. انا بحب القطط اللي بتكون لون اسود صراحه، ايضا هي بتكون حلوه. اوه شوفوا هذا، وجد الحاسوب تحت البحر. اوه ماي جاد، بس يعني اكيد ما راح يشتغل معاه، لازم يحطه في الارز او هيك شيء مشان يصير شغال، لانه راح يكون مملوء ماء. بس الارز بيزيل الماء يعني شوي من الاشياء. وهذا وجد هيك، شو هذا؟ سبيكر. نعم سبيكر ايضا في الماء. نعم في الماء ايضا، بس هذا الحمد لله انه يعني هو بيكون يعني بيشتغل تحت الماء بظن، ولا مرة جربت بس يعني هيك سمعت. المهم يعني هذا شكله شغال، بظن انه شغال. بس يعني اشياء غريبة صراحة بيحصلوا عليها، انا ولا مرة لقيت شيء تمين. هذا مو تمين حميدة، بس المهم شيء شوي غالي يعني ما بنلقاه كتير. او شكله اشتغل معه، او بيشتغل ظنه، فتحوا في بطارية. نعم بتمنى يكون شغل معه. او هذا هو اللي وجده. اوكي او ماي جاد، هذا شوفوا شو وجد تمساح في الشارع. او ماي جاد، تخيلوا معي تكونوا يعني ماشيين في الطريق وتجدوا تمساح هيك، والله بخوف كتير صراحة. كان لازم يطلع معاه على السيارة يعمل به مشوار. او ماي جاد، تمساح رح ياكله. اوه هذا شو هذا؟ شكله مخلل هيك، خيار مخلل. نعم شوفوا هذا شكله سنوات وهو مفقود هنا. يا الله كيف راح يكون صار شكله ومذاقه وريحته؟ يا الله اكيد راح يكون يعني قديم كتير. شوفوا كيف انتفخ من الماء، والماء صار متسخ. او ماي جاد، صراحه انا ما اقدر اكل هذا الشيء. هذا شكله هو الولد اللي كان عنده سبيكر، اللي حصل على سبيكر، شكله يلقى كتير اشياء يعني، لقى سبيكر وايضا لقى هذا الخيار المخلل، ما بعرف شو لقى تاني. او هذه شو عم تجبدها من هنا؟ او ماي جاد، شكلها شجرة. يا الله شوفوا معي، او ماي جاد، كانت حابسة الماء هذه في هذا المكان، يعني كان الماء ما بيطلع، يعني حتى ازالوا هذه وصار الماء بيطلع. بس هذه ما بعرفتها صراحة، يعني مثل شجرة، لا مو شجرة، ما بعرف صراحة، مثل سجادة او هيك شيء. شو هذا؟ اوه سلطحون. يا الله شوفوا، وجد سلطحون مخشي يعني هيك تحت هنا، يعني ما بيبين صراحة سلطحون حتى. او ماي جاد بخوف. يا الله لو كان احط رجليه فوق المسكين كان لسعه. اوه هذه وجدت تعبان جنب سريرها. او ماي جاد، انا كتير بخاف من التعابين ومن الحية. شوفوا معي عيونها. او ماي جاد، يا الله انا بموت والله، بتخيل حال لو يكون امامي الان، والله بموت. او ماي جاد، يا الله اتمنى ولا مره اشوفه. يا الله الله يحفظنا يا رب. هذه عملة يعني تبع 1970، يعني من 1970، كتير قديمة. شوفوا كيف عامل شكلها، ما بعرف شو بده يعملها، شكله بده ما بعرف. المهم خلونا نشوف شو راح يعمل لها، شكله بده يوضعها في الخاتم. الخاتم ما راح يطلع اذا عمل وسطه الشيء. المهم خلينا نشوف كيف راح يصير شكلها. او ماي جاد، يا الله شوفوا شو وجد داخلها، يعني هو فتحها من الوسط. يا الله شوفوا معي، يعني وجد فيها شريحه مثل هيك شريحه. تخيلوا معي هذه عمله تبع 1970، وشوفوا شو وجدوا فيها. اما العملات اللي عندنا حاليا شو راح نلاقي فيهم؟ يا الله الله يحفظ، شكلهم بيتبعونا بيتراقبونا وبيتتبعونا، شو بنقول له، بيتبعونا يعني هيك بيراقبونا او هيك شيء. المهم عاملين لنا شرائح في النقود. او هذه شو وجدت ايضا تحت التراب؟ خلينا نشوف شو هذا، ما بعرف شو هذا، شكلها فيها نقود، عم تعمل لها هيك مثل الحصالة، ما بعرف اذا كانت حصالة فعلا. اوكي خلينا نشوف شو راح تلاقي وسطها، غسلتها. او ماي جاد شو هذا؟ يا الله ما بعرف صراحة شو هذا، خلينا نشوف شو راح تلاقي وسطها. هذه الاشياء صراحة بتخوف شوي، يعني اذا فتحتها وكان فيها شيء بينفجر لا قدر الله. الله يحفظ يا رب، ما شفنا شو وسطها. وهذا الجهاز اللي بيكشف الاشياء تحت الرمال وتحت التراب والاشياء المفقودة. وجد هيك يعني قلم بالالماس، وبظن انه ذهب. نعم او ماي جاد فعلا رائع. يا الله
أو شوفوا هذه الكلاب، أوه فار يا الله بدها تاكل هذا الفار. أوه ماي جاد، أنا أكره شيء بكره هو الفيران. عندنا في البيت بكره فار يدخل للبيت، ولا مرة الحمد لله ما دخل عندنا فار الحمد لله، بس يعني إذا دخل فار موت صراحة، ما أقدر أنام في البيت فار معنا في البيت. أنا بشوفه في الشارع بخاف، لأنه بيكون في بعض المرات في الشارع بخاف منه صراحة. أوه هذا عم يعمل كأنه حامل هيك قرد، هذا نعم قرد صغير. أوه ماي جاد، لا لا هو مو حقيقة، هذا عرفناه مو حقيقة. شو هذي؟ أوه ماي جاد، شوفوا شو وجدوا تحت التراب أيضا. أوه أشياء صراحة غريبة، فعلا غريبة، ما بعرف هذي شو، ما بعرف. أوه شو هذا أيضا؟ شو هذي الأشياء اللي عم تطلع؟ شكله بترول؟ ما بعرف إذا كان بترول، لأنه هو اللي لونه أسود، ما بعرف. لا لا ما عرفت شو هذا. أوه ماي جاد، هادي شو؟ هادي بصل؟ نعم بصل. يا الله شوفوا معي البصل شو عملت، خرج من هاي الجذور تبعها ويعني التصقوا في الحوض اللي تحت المطبخ كله. يا الله شوفوا معي جذور البصل كيف صار شكلها. هذا شكلهم كانوا مسافرين، لانه طبعا ما راح يكونوا في البيت وهذا الشيء كله صار، بصل واحد عمل هذه الاشياء كلها. وبنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم حطوا كثير لايكات للفيديو، شاركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان نوصلكم كل الفيديوهات الجايه. خلونا نوصل ل 2 مليون في اسرع وقت ممكن، اشتركوا الان، بشوفكم الفيديو الجاي، باي.